فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يثاب العبد إذا حج أو اعتمر عن غيره؟ نعم. هل يثاب العبد إذا حج أو اعتمر عن غيره؟ نعم، يثاب على أنه صلى في المسجد الحرام ووقف في المشاعر ودعا، المنوب عنه ما له إلا المناسك فقط، وأما زيادة أفعال الخير فهي له. نعم.